السلام. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. تكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه على الختان نتاع النساء، وعرفنا المخاطر نتاعو والتعدي على الطفولة وعلى المرأة. اليوم باش نتكلموا على الختان نتاع الرجال اللي هو الطهارة، معروف معناتها من لعبة الكل اسم الطهارة، يعني ما يسمى طهارة للذكور، وهي لا تقل خطورة عن طهارة النساء من جميع النواحي، من ناحية النفسية ومن ناحية الجسدية ومن ناحية الجنسية ومن ناحية التعدي على حرمة وحق الطفل الجسدية. المهم، قبل ما ننطلق في الحديث عن الطهارة، حبيت نذكر هذه القصة اللي مع الأسف يعني تخص ياسر من ما يسمون يعني اللادينيين أو اللي خرجوا على الإسلام، إنهم ديما ياسر عباد أنا نحكي معاهم يقول اللي هو لاديني سوى ملحد سوى للربوبي، وهنا بين قوسين فما ياسر يقولوا لي أنت تتكلم باسم الملحدين ما تتكلمش باسم الربوبيين، راني أنا ما نتكلم لا باسم الملحدين ولا باسم الربوبيين ولا باسم حتى واحد، أنا الواحد الوحيد اللي نتكلم باسمه هو أنا. إذن ما تقولوا ليش تتكلم باسم الملحدين ولا باسم اللادينيين أو غيره أو اللا أدريين، أنا نتكلم باسمي الشخصي. أنا صحيح ملحد، لا ديني ملحد، لكن أتكلم إلا باسمي الشخصي. عاد المسألة أن ياسر عباد يخرجوا من الإسلام لكن يبقوا يحملوا ياسر عادات وأفكار إسلامية، وهذه تذكرني بالقصة معناتها هي قصة قديمة موجودة في الهند. يقول لك وقت يحبوا فما الفيل حبر ما يتولدش يعملوا له، يجيوا يربطوا له رجله بسلسلة ثقيلة، السلسلة هذيك ما ينجمش يحركها، فهمت؟ يقعد هكاك مدة سنوات، من بعد خمسة ستة سبعة سنوات ينحيوا له هذيك السلسلة ويولي الفيل يسخاي بروحه ديما مربوط بهذيك السلسله. انا معناتها في تشوفه معناتها فيوله كبار وتلقاه ما يتحركش، يعني تلقاه يمشي ويرجع لبلاصتو يمشي ويرجع لبلاصتو. وقتها تسال علاش، على خاطر هو من الصغر نتاعو ملي تولد يربطوه بسلسله ثقيله ويخليوه مده سنوات حتى لين معناتها يخليوه يفكر اللي هو ديما مربوط، يعني ساق وتعودت على انه ديما مربوط بالسلسلة الثقيلة هذيك ويعرف روحه من ينجمش يمشي حتى بلاصة. اذا حتى ولو ينحيوله هذيك السلسلة يبقى ديما يتصور روحه انه مربوط، وهذيك هي الحالة متاع ما يسمون معناتها يتسماو اللادينيين. ياسر اللادينيين يخرجوا من الاسلام لكن يبقى عندهم افكار، مثلا نظرته للمرأة، موقفه من المثلية الجنسية، موقفه من الطفل، فهمت؟ يعني مازال مثلا يتصرف مع ولده كما يتصرف مسلم، فهمت؟ موقفه من الطهارة، موقفه من ياسر حاجات هذه، ما ضربت لكم كان أمثلة. هذاك علاش أنا أدعو اللادينيين اللي قرر يخرج من الإسلام لازم يراجع كل أفكاره، لأن علمونا من الصغر متاعنا في مخنا حطونا حاجات من الصعب التخلص منها. راهو ما يكفيش تقول أنا ما عادش مسلم، لازمك تثبت بالفكر والعمل والاقتناع انك لم تعد مستسلم للافكار الجاهليه الاسلاميه التي تدمر العقل وتدمر النفس وتدمر الانسان، والتي لا تؤمن بهذه الحياه وانما لها ثقافه الموت والحياه ما بعد الموت. المهم، هنا الطهاره، نرجع للموضوع نتاعنا الطهاره، يعني كيفاش يقولوا معناتها هنا ما عندي يقول لك كيفاش الطهارة معناتها مضرة للراجل. فما ياسر يقولوا لي معناتها هناك فما دراسات وطلعوا على ياسر دراسات معناتها منافع الطهارة وكل شيء. يا ولادي، راهو لازمكم تعرفوا حاجة، لازمكم تعرفوا حاجة معناتها مهمة. معناتها خلينا نذكروا التاريخ بتاع الطهارة. التاريخ بتاع الطهارة أصلها هي عادات إفريقية من القرن الإفريقي، تم إدخالها إلى مصر عن طريق الكهان
في عصر الانحطاط الفرعوني وأصبحت تمارس على الكهنة فهمت وما يسمى بالأشراف لكي يميزهم على بقية الناس. هذه الهدف بتاعها. وكما قلت لكم لو ترجعوا للرسوم الفرعونية تلقاو أن الطهارة تمارس على الطفل عمره من بين 10 و 15 سنة، يعني قريب مرحلة في فترة البلوغ الجنسي. المهم هذه معناتها مسألة أولى. المسألة الثانية، الطهارة تم إدخالها للشرق الأوسط عن طريق اليهود. اليهود عرفنا أنهم مشاو لمصر فهمت على حسب الروايات فهمت أكيد معناتها ما فماش حاجات تثبت ذلك معناتها بالتدقيق. المهم احنا مثلا نرجعوا للقصة التقليدية متاع الإسلامية واليهودية، خاطر ما تنساوش اللي اليهود الطهارة عندهم مذكورة في الكتاب متاعهم. كان المسلمين مذكورة كان في السنة، فإن الطهارة عند اليهود مسألة يعني عقد، على خاطر لو ترجعوا للقصة إنها قال له باش يذبح ولده من بعد عوض له الولد بالعلوش. هي في الحقيقة لو تقرأ هذيك القصة هي تبديل، كان فما عادة في بابل قبل وفي المناطق متاع العراق إن تقربا للآلهة واحد يضحي بولده الكبير فهمت، بولده الكبير يضحي به. والمسلمين يقولوا إنها إسماعيل رأوا معناتها إسماعيل هو اللي ضحى به، واليهود يقولوا لها مش إسماعيل هو يعقوب. المهم المهم عاد العادة كانت إنها في العراق إنهم يضحيوا بولدهم الكبير. وإبراهيم ما خرجش على العادة هذيك ومشى باش يضحي بولده الكبير، لكن من بعد على حسب الرواية وعلى حسب الأسطورة الله فهمت قال له ما تذبحش ولدك الكبير، وهاو اذبح في بلاصته علوش، ولكن طهره يعني فعود قصت لي راسي فهمت، قصت لي راس الذكر متاع ولدك متاع ولادك الذكور فهمت، قص لهم الراس متاعهم يعني فعود تقص راس ولدك تقول تقص راس الذكر متاعه. ومن هنا بدات حكاية الطهارة عند اليهود واللي هي موجودة وحاجة معناتها في السابع يوم وحاجة معناتها لا نقاش فيها عند اليهود. يعني بالنسبة ليهم الطهارة هي صفقة من بينهم ومن بين الإله على أساس أنهم شعب الله المختار. وهذه الفكرة وتنرجعوا لها حتى في القصص أن إبراهيم طهر وهو كبير عمره 80 سنة ولا 5 وطهر بحجرة وغيرها وغيرها وغيرها. لاحظوا اللي وقت معناتها هو كبير يعني مشى لمصر وخرج من مصر ومشى جهة الأردن يعيش وعاود رجع جهة السعودية بحسب الأسطورة. إذن هو عندما ذهب لمصر شاف هذه العادات وشاف هذه الميزة متاع الطهارة أنها تخليهم شعب معناتها مختار أو شعب مميزين على بقية الناس واخذها وفرضها على اليهود. ثم فهمت بقات عادة يهودية فهمت، حتى المسيحيين الأولانيين كانوا يطهروا على خاطر كانوا يتبعوا اليهود، من بعد فما مسيحيين توا مازالوا يطهروا كما الأقباط وغيرهم وغيرهم ما يسمى بالكنيسة الشرقية، وفما اللي ما عادش يطهروا كما في أوروبا. به شعلينا في المسألة دي، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أنها مسألة العرب. العرب اللي كانوا يطهروا هما أهل المدينة، وبعض العرب كانوا يطهروا على حسب نلقاو بعض الواحد معناتها هما في عمر معناتها اللي في مكة أو في ضواحي مكة معناتها يتبعوا سنة إبراهيم على حسب الرواية معناتها يطهروا في عمر كبير كيما الفراعنة في الدرب 15 سنة ولا 14 سنة من بين 10 و 15 سنة. المهم شعلينا، بينما المسألة العامة أنهم يطهروش، واللي كانوا يطهروا هم أهل المدينة. وكما نعرف محمد قالوا إنه تولد مطهر، وهذه حالة يمكن فما عباد يتولدوا بلاش الجلدة اللي زايدة على الحشفة، منها فما زاد حاكم تاع بيزنطة كان تولد هكاكا. وفي الحقيقة العباد اللي تولدوا بهذه المسألة عندهم عجز جنسي، ولهذا أنا أشك في أن محمد بحد ذاته معناتها لا ينجب أصلا وعنده عجز جنسي فهمت، هذاك علاش بدا يتزوج ويتعاود يتزوج ويتعاود. هذه معناتها نظرية أنا قنعتني الحقيقة فهمت، كثرة زواجاته هو أنه يحب يكون عنده ولد، مش ولد وإنما حتى بنت، لكن تصور ولاده الكل ماهوش ولاده، ومهما كانوا معناتها البنات ولا الأولاد باهي ما ماتوا ما جابش ولاد. يعني هذه معناتها حسب وجهة نظري معناتها تبقى المسألة للمؤرخين اللي يدرسوها. المهم وكما قلت لكم الطهارة
ما ظهرت إلا بعد 100 عام، فهمت، من موت محمد وبشوية عادة. وكي نرجع للفقه الإسلامي نلقاو الشافعي يقول إنها إجبارية، بينما المالكية والحنفية والحنبلية تقول هي سنة مؤكدة وما هيش واجبة، يعني وجوب كما يوجبها الشافعي. هذه يعني مسألة مهمة. نرجع لحكاية معناتها العباد اللي يقولوا لي فما ياسر دراسات يقراوا فيها على الطهارة ومنافعها، راهي هذيك كلها الدراسات من وراءها اليهود واللوبي اليهودي. وعندما أقول اللوبي اليهودي لا أقصد اللوبي الصهيوني، وإنما اللوبي اليهودي الذي عنده حاجة مقدسة الطهارة. والمسلمين مع الأسف يأخذون من هذه الدراسات اللي معناتها لو أنت تعاود تدرس وتشوف تعاود تشوف المنظار نتاع الطهارة، خاطر فما دراسات هكا ودراسات هكا، ما تخزرش من جهة واحدة، ما تخزرش كونش الدراسات اللي تقول الطهارة باهية. شنو هي يقول لك باهية الطهارة باهية؟ شنو هو؟ أعطيني الحاجات الباهية في الطهارة. فهمت؟ كما قلت لكم كمبدأ أول، هذا لا نقاش فيه، شعلينا في كل شيء، ما عندكش الحق تتعدى على جسم ولدك. وهذا معناتها الشيء معناتها حتى كما قلت لكم يخالف القرآن. القرآن ماذا يقول؟ يقول وخلقناكم في أحسن تقويم، فهمت؟ ويقول لك اللي ما تبدلش خلق الله وكذا وكذا وكذا، يعني هذه موجودة في الإسلام. لكن الطهارة يعملوها هذا كما يتسماش بالنسبة لهم تبديل في خلق الله، وهذا معناتها يعني هو معناتها الإله، فهمت؟ كان هذيك معناتها حاجة خايبة وصنعها وقال لك نحيها، يعني هو ماهوش معناتها في أحد، ما خلقوش في أحسن تقويم، هذه مسألة واضحة. فهمت؟ على كل حال هو الانسان ماهوش معناتها مخلوق في احسن تقويم، شوف السنان والسوس نتاعهم والمشاكل والامراض في ما فهم فين هذه احسن تقويم. الانسان كان جاء توا يصنع انسان راهو يصنع خير من اللي صنعه هذا الاله. اذا يعني هذيك الدراسات كلها يهوديه ما عندها حتى اساس من المصداقيه، فهمت، ومزوره. اما فما دراسات اخرى تثبت لك مدار الطهاره. احنا هون اليوم باش نتكلموا على مدار الطهاره على الذكور، فهمت، خاطر ياسر ما ينتبهوش ليها. فما يقول لك مسألة هي الطهارة يعني نظافة. يا ولادي يا ولادي، لو تنظر إلى فرج المرأة معقد أكثر من ذكر فيه، فهم، جلدة دايرة بالحشفة، ورغم ذلك المرأة تنظفه وتتلهى به وكل شيء. نفس الشيء الراجل في عود نجي ونقصوله، فهمت، الجلدة اللي دايرة بالحشفة نعلموه ينظف كما المرأة تنظف الفرج متاعها، كيما يعلمونا النظف ظوافرنا، كيما يعلمونا النظف سنينا، كان مش عاد هكاكا نمشيو نقصوا صوابعنا ونحيو سنينا باش ما يسوسوش خاطر يجيبوا الوسخ، ونحيو الظوافر بتاعنا نقلعوهم باش ما يخبوش الوسخ تحت الظوافر. هذه مشكله. تقول لي مثلا الطهاره نظافه؟ لا مش نظافه، الطهاره وتطهر نظافه يعني انت انسان بخيل مثلا، يعني انت انسان ممسخ، فهمت، هذاك شنو نفهم انا. اما كان تنظف روحك وتلهي بروحك راهو ما يوقع لكش المسألة هذه. مسألة ثانية يقول لك معناتها أنها تحمي من سرطان الجلد في ذكر الرجل، يعني هذا زاد كلام ما عنده حتى أساس من الصحة. فهمت؟ ترجع للدراسات ما عنده حتى أساس. كيما نجي أنا نقول باش نحمي المرأة من سرطان الثدي ونقصوا لها الثدي نتاعها، مش معقول زاد نفس الشيء. إذا هذيك الخرافات نتاع أنها طهارة نظافة، فهمت، حكاية فارغة ما عندها حتى أساس من الصحة. اعطينا توا نشوفوا الحاجة المهمة وشنو هو المدار بتاع الطهارة. كما قلت لكم أول حاجة وأول نقطة إنها تعدي على الطفل، هذه مسألة. مسألة ثانية ما تنساوش إن الطهارة خاصة في عمر بتاع 3 سنين حتى 7 سنين كما في شمال أفريقيا تسبب عقدة نفسية لدى الذكر، فهمتوا، يعرفوها العباد الكل، وأنا عشتها ويعرفوها ياسر عباد ومازالوا يتذكروها كيفاش طهروا، خاصة كي طهروا في عمر 6 سنين و7 سنين. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، فهمت، هي الأعظم، هي ما يسمى بالإعاقة الجنسية. أنتم تعرفوا اللي الذكر هو محمي بجلدة، الجلدة هذيك أنا مثلا تشوف ولدي ولادي الصغار ومعناتها ما طهرتهمش، الجلدة هذيك تكون لاصقة في الحشفة مدة 5 6 7 سنين حتى 8 سنين، فهمت، يعني هي مدة 8 سنوات من الولادة حتى 8 سنوات هي تحمي، فهمت، ذكر الولد وتخليه ديما في حالة معناتها كيما نقولوا مفرهد، مش كيما مثلا احنا شو يعملونا، شنو يعملونا، يجيو يدوهولنا هكا ويقصوا هذيك الجلدة ويرجعونا كأنه في حالة انتصاب دائم. هذا شنو يسبب؟ أول حاجة معناتها باش نقولها، هذا فما غدد موجودين من بين الجلدة هذيك، الجلدة هذيك هي دايرة قلت لكم بالحشفة، فهمت، تبدا دايرة بها وتحميه مدة 7 8 سنوات. بعد 8 سنوات
تنفصل على الحشفة وتولي تخرج في حالة انتصاب وترجع في حالة عادية، فهمت؟ وهي معناتها تحمي ما يسمى ثقب البول وغيرها. وهذه الجلدة فيها غدد يسميوها هذه الغدد، فهمت؟ تفرز مادة مرطبة، فهمت؟ وقت الإنسان يكون في حالة جنسية والذكر نتاعو يبدأ يكبر، فهمت؟ هي تفرز غدد كما الفرج نتاع المرأة يفرز لعاب باش يسهل عملية النكاح. المشكل المطهر ما عادش عنده باش يفرز غدد، هذاك علاش المطهر الكل، وانا نحكي مع المطهرين يعرفوها، مسكين وقت يجي باش يرقد مع امراه يا اما يبلوا بالبزاق، فهي حقيقه، والا يستنى حتى المراه تسيب الماء نتاعها باش يبل نتاعو بالماء نتاعها، معناتها باش ينجم يوقع، فهمت، الادخال في الفرج، والا فما حاجه شفاف، فهمت، يمكن تسبب له مشاكل. هذه مساله اولى، يعني تقضي على غدد مرطبه، فهمت، تطلق ماء ترطب راس الحشفه، هذه المساله الاولى، فهمت؟ معناتها هذه مساله اولى. حاجه ثانيه انها تحمي ثقب فتحه البول، وفوق الثقب معناتها فتحه البول تكون محميه، الانسان وقت يبول، فهمت، ما يبداش الراس بتاع البول بتاعه يبدا ظاهر، اللي تنجم تدخل ميكروبات، هذاك علاش فما ياسر احنا عندنا يطلع عندنا المطهرين، هذه سالت عليها ياسر عباد، نوع من الحبوب ساعات معناتها كيف فيهم الماء، هذاك بسبب، فهمت، هذه الطهارة. وتو نقول لكم عليه زاد مسألة أخرى. حاجة أخرى، رأس الحشفة، رأس الحشفة يحتوي على عروق حساسة تأتي باللذة الجنسية، هذيك وقت أنت تقص هذيك الحامي، فهمت، تقصه، شنو هو رأس الحشفة هو اللي ديما معرض للملابس، هذاك علاش العرب بصفة عامة والمسلمين ديما تلقاه يدو في الذكر نتاعو، ديما يعمل هكا، ديما يعمل هكا، ديما علاش ديما يعمل هكا؟ على خاطر ديما خاطر الذكر نتاعو راس الحشفه، هذيك الجلده ساعه فما دراسه قالت اللي مطهر الجلده نتاع راس الحشفه 10 مرات اكثر من العبد اللي مش مطهر، فهمت؟ يعني راس الحشفه قضاوا عليها وقضاوا على اللذه نتاعها كليا، واللي هي راس الحشفه اللذه نتاعها كيما لذة البذرة عند المرأة، يعني انتم تشوفوا المرأة عندها لذتين هي البذرة والمهبل، الراجل عنده نفس الشيء لذتين هي لذة ما يسمى العروق هذوك من راس الحشفة، فهمت لي هو كيف، فهمت، البذرة، ومن بعد عنده لذة القذف. هذه مسألة مهمة جدا، انه يولي الغشاء معناتها الجلدة نتاع راس الحشفة يولي خشين ويولي ما عادش يصلح لحد شيء، ويولي معناتها ما عادش حساس وما عادش يعمل حد شيء، ما عادش يقتل لك لذة. حاجة أخرى، يقول لك وقت تقصك الجلدة هذيك الجلدة الزايدة تقتل نصف النسيج الحساس، فهمت، للقضيب، 50% من النسيج الحساس للقضيب تقضي عليه. هذه معناتها مسألة معناتها مهمة. مسائل أخرى أن الإنسان المطهر خاصة في قصوله جلدة ياسر يولي الذكر نتاعو ديما مكبوس، فهمت؟ وأول حاجة يقلل في الطول نتاعو، فهمت، اللي يخلي ما يخليش الذكر يوصل، يعني باش يوصل اللذة للمرأة، هذاك علاش أكثر المطهرين ما ينجموش يجيبوا اللذة المهبلية الداخلية للمرأة، علاش؟ خاطر كيما نقولوا احنا بالتونسي يسد ويحد، فهمت؟ يعني هذا الذكر المطهر ما يحدش، يمكن يسد لكن عمره ما يحد، لانه نقصت منه، وانت وخاصه كي تطهره صغير نقصت منه تقريبا 3 سنتيمتر اللي خليه معناتها عجز جنسي كبير للرجل وللمراه انها ما تستطيعش تجيب معناتها المشاكل نتاع النساء نتاعنا اللي ما يجيبوش اللذه نتاعهم المهبليه بسبب هذا الطهر. اما فما عباد يقول لك هكا فما اوروبيين يحبوا المطهرين، صحيح، علاش يحبوا المطهرين؟ على خاطر هذوك النساء سخان ياسر، كيما نقولوا احنا نساء عندهم سخونيه جنسيه كبيره ياسر، علاش؟ على خاطر الانسان المطهر يقذف بسرعه، فهمت؟ يعني يسخن بسرعه ويبرد بسرعه، مش كيما هذاك، علاش المطهر تلقاه يمارس الجنس ياسر مرات وما يشبعش، علاش حسب رايكم؟ على خاطر معناتها ما عندوش
كيما نقولوا احنا ما يشبهش بالجنس، وقت يمارس الجنس مش كيما مثلا الانسان اللي مش مطار. وما تنساوش فما مليار مطهرين من الرجال، وفما 2 مليارات ولا 3 2 مليارات ماهمش مطهرين، وهذوما ماهمش كلهم باش يمرضوا ولا باش يتعرضوا للاشياء كيما يقولوا الوسخ وغيرها وغيرها وغيرها. اذا هنا مساله نتاع سرعه القذف عند الانسان المطهر، وعده من المشاكل النفسيه الاخرى هي العصبيه. فهمت؟ الانسان المطهر اكثر عصبيه من الانسان اللي مش مطهر، على خاطر انت تعرف اكثر حاجه حساسه موجوده في بدن الانسان هي الذكر نتاعو، وهو الجهاز التناسلي. انت تمست فيها علاش؟ فهمت؟ تمست فيها هذاك علاش؟ فهمت؟ يعني اهم حاجه في الانسان اللي باش تواصل الوجود نتاعو واللي تحقق له الارتياح الجنسي، فهمت؟ الانسان راه شعوب، شعوب كامله عايشه نقص جنسي. فهمت؟ الشعوب العربية كلها ناقصة نقص، يجيش عندها مشاكل في مسألة تنظيم الزواج والعلاقة الجنسية، وفوق هذاك الشيء الكل يطهروا الراجل ويحرموه من 50% من اللذة نتاعه. فهمت؟ هذه مشكلة كبيرة ياسر. فهمت؟ مشكلة كبيرة تخليه الإنسان هذا إنسان وقت يمارس الجنس ما يشبعش. فهمت؟ وسرعة القذف ترسيله النهار كل وقت يجيب شرطة عامرة لازم يشد روحه باش ما يقذفش قبلها، باش هي تنجم تحصل على الشهوة متاعها. إذا هذايا معناتها عجز جنسي وعجز نفسي كما قلت لكم، يعني قلة ممارسة الجنس أو عدم حسن ممارسة الجنس يسبب لنا ما يسمى بال فهمت الاكتئاب وبالنرفزة، وتخليه الراجل يولي عصبي مع مرته ويسيح عليها وحتى يوصل يضربها على خاطر يحس ما يسمى بنقص بتلبية رغبتها، ومن هنا تتسبب حتى مسألة الخيانة الزوجية. وسواء للرجل معناتها يولي مرته ما عادش معناتها قد ما يرقد معاها ما تشبعوش، ويمشي يرقد مع واحدة أخرى ما تشبعوش، في باله باش يكفي الواحد نتاعو. هذاك علاش تلقاهم أكثر عباد فهمت يخونوا زوجاتهم، وحتى المرأة نفس الشيء تضطر باش تخون راجلها على خاطر ما يحقلهاش الرغبة نتاعها. إذا مشكلة طهارة الرجال فهمت ما تقلش خطورة على طهارة النساء. أما تصوروا كالراجل ومرأة مطهرين الزوج يعيشوا مع بعضهم، المصيبة الزرقاء. هذا هو الإسلام، وهذه هي اليهودية، وهذه هي الطهارة، وهذه هي معناتها الدين الرباني اللي يعرف كل شيء ويعرف معناتها ويعرف الحقائق كلها، يوريكم معناتها كيفاش معناتها إنسان حتى مستواه أقل من ابتدائي توا يعرف هذه الحاجات. يا ايها معناتها اللادينيين اللي خرجتوا من الاسلام وحتى المسلمين، لوح عليكم الطهاره. الطهاره راهو تقضي كليا فهمت على الحياه الجنسيه، وحتى ان فما بعض الدراسات اطلعت عليها انها تسبب فهمت المثليه، بالفعل تسبب المثليه، وخاصه الطهاره تكون مش باهيه وساعات يقصوا ياسر، يولي معناتها الانسان عنده عجز جنسي باش يلبي رغبته ولا يلبي رغبة المرأة اللي هو معها. المهم نظن هذه الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم ونتصور طولت عليكم شوية المرة هذه وسامحوني، ومع فيديو قادم وبسلام.